اكتر من شو اسمه قاعد العب شكل شاكيرا. انا بعد شاكيرا from Nigeria and I am back to Nigeria by the grace of God. But my boss, Mr. Naji Playhand, Mrs. Victor Playhand, I worked with them for like 11 months and I got paid for just 4 months. My passport is there with them. They are still owing me 7 months salary, which is supposed to be my own very money. شلي الله ينحلو إذا باسبورو بعده عنا وهربت سرقت من عنا صورتين ذهب وهربت كان بقي معنا مليون ليرة حطته مع البنت معيشة كانت تقبضه كل شهري سارة ما بعرف شو سارة مع البنت يعني مش عندي كانت عند بنتي مش باسمي أصلا شو كنت أنا أعطيها المصاري ما يبطي يعني كنت بيتي شهر بطي الشهر ما بقدرين ندفع 200 دولار و 150 دولار للبنت إذا مش كنت مليون ليرة تستخدم المليون ليرة صارت أقل من 50 دولار بتاخدها بقي بقي بعنا لما صارت دولار 4000 لما صارت دولار 4000 كانت هي من عنا وهي قبلت وقتها ب 400000 صارت تقبض له 4000 اذا قصدت انه بقي لها 7 اشهر 1005 عندي مش اللي يدفعوا بتعوش 100 دولار وزياده سالس ما بدفعوا انا ممنونك بتكون اذا عملت لي شكوى كثير كثير ممنونك Mr. Najib Playhand, I am calling you directly. I want you to pay back my money to me and Mrs. Rita Playhand. I am not a thief. I never stole anything from your house. So please do not add that to my name. I am not a thief.